لا. نعم فضيلة الشيخ، البنوك الربوية عندما ظهرت المصارف الإسلامية فتحت نوافذ حتى يعني تقول للناس يعني نحن عندنا بديل، أيضا بديل شرعي. الآن ما حكم هذه النوافذ المنبثقة عن البنوك الربوية؟ يعني هنا مسألتان. مسألة الأولى هي كون هذه النوافذ منبثقة عن بنوك ربوية، وكون أن مصدر أموالها أو كثير من أصدر أموالها إنما أخذت من الأموال من البنك الربوي. والمسألة الثانية حكم تعاملي أنا الفرد أو الشركة مع هذا الفرع أو مع هذه النافذة بعد أن قام وقدم معاملاته. فالقسم الأول لا نسأل نحن عنه، وإنما يسأل عنه أصحاب البنوك. إذا أصحاب البنوك الربوية أرادوا أن يرجعوا وأن يتوبوا إلى الله فيطرحوا مسألتهم على العلماء، ما حكم هذه الأموال التي صرفناها وأخذناها من البنك الربوي وفتحنا بها نافذة إسلامية أو بنكا إسلاميا؟ هذه مسألة مهمة هم يطرحونها وتهمهم هم ولا تهم الفرد أو الشركة الذي يتعامل معهم. أما المسألة الثانية وهي مسألة الأفراد والشركات، وهل يجوز أن أتعامل مع نافذة إسلامية؟ فالجواب نعم، يجوز لك أن تستفيد من خدمات النافذة الإسلامية إذا كانت وفق ما أقرته الهيئة الشرعية للبنك، ولا يضرك مصدر هذه الأموال لأن ذلك متعلق بذمة البنك وبذمة أصحاب البنك، وإنما يهمك أنت المتعامل المعاملة التي تدخل بها مع البنك أو مع النافذة. وفي عمان يوجد تنظيم إداري أفضل من كثير من الممارسات في دول أخرى حتى من دول الخليج وغيرها، لأن في السلطنة اشترطوا على البنك الربوي الذي يريد أن يفتح نافذة أن تكون النافذة مستقلة استقلالا تاما عن البنك الربوي من حيث الميزانية ومن حيث الإدارة ومن حيث الموظفين ومن حيث المعاملات، فهو تستطيع أن تسميه بنكا مصغرا، فعنده استقلالية في كل شيء. صحيح وفي النهاية يتبع البنك الربوي، ولكن عنده استقلالية وفيه هيئة شرعية مستقلة تقرر الجائز والممنوع التعامل به في هذه المصارف. فالتجربة العمانية في النوافذ تعد من أفضل التجارب العالمية، وهذا ليس بإشارة العمانيين وإنما حتى بإشارة غير العمانيين، يعني كثير من الشرعيين مما التقينا بهم يشيد بالتجربة العمانية في مجال المصارف الإسلامية والدقة التنظيمية الموجودة فيها مما لا يوجد مثله في دول كثيرة من دول العالم التي سبقتنا بسنين في التجربة المصرفية الإسلامية. فخلاصة الجواب، يصح للأفراد وللشركات أن يتعاملوا مع النوافذ إذا تمت المعاملة بطريقة حقيقية صحيحة لا تحايل فيها. التعامل مع البنوك الإسلامية الصرفة الكاملة أفضل طبعا، التعامل مع البنك الإسلامي المكتمل أفضل من التعامل مع النافذة ما أمكن ذلك، لأنه بنك مكتمل ويتعامل بنظام إسلامي. حتى ندعم هذه البنوك وندفع بالنوافذ أن تستقل أيضا هي الأخرى وتكون بنوكا مستقلة، لكن من حيث الجواز فيجوز التعامل مع النوافذ الإسلامية إذا تمت المعاملة بطريقة حقيقية وفق ما أقرته الهيئة الشرعية للنافذة.